شلون الصحة عمو؟ الله أرحم. الله يساعده. الله أرحم. هنا شنو تبيع حضرتك عمو؟ أبيع أدية خبز العايكة أحسن لي. إي أنا على وانا أشوف الشاع السوداني على وان. زين عمو إيش بيك؟ شنو اللي مناشدة اللي حاب تقدمها؟ أقدمها أقول له ما عندي. وأقول له جرجر روح مكة ما عندي. تريد تحج عمو؟ ما عندي. أنا أهل بالحلة. زين؟ لا لقانا حتى أروح يودينا أحج مكة. يمكن يكفلش العايكي. زين، قدم مناشدة إلى رئيس الوزراء من خلال قناتنا. مين أقدم؟ مين؟ احنا هسه انت عمو عجه ولايف، قدم مناشده وان شاء الله توصل مناشده. وين قالها؟ بكت الله وقرحان. كوني يشوفني. وانا بالحله يم الاهل بيك. بعد غير الحج او العمره شنو حاب تطلب من دوله رئيس الوزراء؟ بيكي وين عدنا في حان؟ يوم عدنا في حنا ابو العشايب لل مطالباتك اليوم شنو عم حجي؟ مطالباتك قال قاعد يش على باب الله نعمك الله. زين عمو ايش قد هاي يوميتك من خلال هذه الادعاء؟ شق على الله الحمد لله ونعم. احس لك 5 6 10. زين شلون ساكن؟ ايجار عندك بيت؟ لا عندي بيت قاعدين بيه.